هذا وتلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني في إطار التنسيق المتواصل بين مصر وعدد من الدول اتصالا بالمواجهة العسكرية في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية. وقد اتفق الوزيران على أهمية العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين، كما اتفق على استمرار التنسيق في الإطار الثنائي كما في الأطر الإقليمية والدولية حول ما فيه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.